الحل النهائي لمشكلة ظهور لمبة الأعطال في طابعات سامسونج وطريقة حل المشكلة دي، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. تابعوا معنا الحلقة دي حتى النهاية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. النهارده ان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض مشكله بتظهر في طابعات سامسونج، والطابعة اللي معانا رقمها 7310 دي، يعني بتطبع كمان الدوبليكس. الطابعة دي بمجرد ما بنوصل الكابل الباور الخاص بيها بتبدا تعمل وارمنج اب، يعني تبدا تعمل عمليه التسخين، وبعد كده بتبدا تقول لك ان الطابعة ريدي، يعني جاهزه للطباعه، ولكن لمبه الاعطال بتزال شغالة، يعني لمبة الأعطال الخاصة بمشكلة داخلية في الطبعة أو في الحبارة بتبدأ تظهر معاك. وطبعا المشكلة دي مش بتمنع الطبعة من إن هي بتعمل عملية الطبعة، يعني لما بتطبع على الطبعة دي بتبدأ تشتغل الطبعة عادي جدا، ولكن لو طبعت أكتر من ورقة تضطر في كل مرة إنك بتضغط على زر الأوكي الموجود على الطبعة، أو إنك تفتح درج الحبارة وتقفله تاني علشان الطبعة تبدأ تاخد الأمر. طبعا الموضوع ده بيكون مرهق جدا لكل الناس، فتعالوا بينا نتعرف على طريقة الحل. حل الموضوع ده بسيط جدا جدا جدا، كل اللي عليك فعله انك بتفتح الدرج او الغطاء الخاص بالحبارة، بعد كده بتسحب الحبارة وبتقوم بنفس الخطوات اللي انت بتعملها او اللي تعودنا عليها على القناة اثناء عملية تعبئة الحبارة الخاصة بطابعات سامسونج. هسيب لك لينك الحلقة دي في الوصف اسفل الفيديو. بعد كده بتستبدل الشريحة او الشيب القديم بشيب جديد، طبعا هسيب لك الجزء الخاص بالشيب فقط. ولو حبيت تتعلم ازاي بتقوم بعملية تنظيف الحبارة وتعبئتها هسيب لك اللينك في الوصف اسفل الفيديو. بعد ما بنقوم بعملية تغيير الشريحة الخاصة بالطبع بنبدأ نجرب عملية الطباعة ونتأكد ان اللمبة الحمراء اتحولت الى اللمبة الخضراء، وبعد كده بنوصلها بالكمبيوتر ونطبع عدد من الورق علشان نتأكد ان المشكلة الاساسية اتحلت، وبكده نكون خلصنا حل المشكلة. يعني المشكلة مجملها في الشباية، انك بتستبدل الشباية القديمة بشباية جديدة. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.